هذه القصة تعبر عن الواقع. احنا نجيب من الزمن الجميل نخلي على الزمن الأغبر حتى نعرف احنا وين كنا وين صرنا. فاحنا يا مشاهدين الكرام خلونا نروح ويا خمائل مرة ثانية حتى نسمع القصة. اليوم شنو قصتك اليوم؟ اليوم قصتي ويا سايق أجرة من خمسينيات القرن الماضي، كان يشتغل بين بغداد والبصرة، يعني على طريق بغداد البصرة. هذا الحكي مثل ما قلت بخمسينيات القرن الماضي عفوا. يوم من الأيام وهو بالطريق، فقبل الكوت شاف عبري الشربيدة يريد يروح للبصرة، فقال أخوان خلوه يصعد نفر رابع وياكم وبالأخير خلوه. واحد من الركاب طبعا اعترض، ليش؟ لأن كان أنيق ولابس قاط ورباط والظهر يعني يخاف على ملابسه تتعقج. سلمان واللي هو السائق كان ردت فعله يصعد وغصبا عليك. المهم صعد هذا الراكب، مشت السيارة، وهناك وقبل العمارة هم شاف عبري ثاني يأشر بيده ووقف سلمان. اعترض نفس الراكب الأنيق وكان يرد عليه سلمان يصعد خامس وإذا حكيت أكسر راسك بالهندر. سكت هذا الراكب لا حول ولا قوة وما حكى ولا كلمة. ضلوعة تكسرت من المدافع، كلهم سكتوا ما حد حكى بيهم. ليش؟ لأن بالتهديد سلمان خافوا أنه يضربهم بالهندر مرة ثانية. والسيارة تمشي بهالطريق البعيد وصارت الدنيا ليل. يلا وصلوا الجراج البصرة. العبري الأنيق اللي هدد سلمان شو سوى؟ سجل رقم السيارة وراح. ثاني يوم اجوا الشرطة للجراج وبيدهم ورقة مكتوب عليها رقم السيارة، رقم سيارة سلمان، ويريدون يدورون على صاحبها هناك. واجاهم سلمان قال لهم أني صاحب السيارة. اخذوه بدون ما يدري وين وقالوا له اسكت ولا نفس. وكان ياخذونه وين؟ للمحكمة، محكمة البصرة. بدون أي تفاهم دخلوه قبل على الحاكم، يعني القاضي مثل ما يسموه بهذا وقتنا. باوع سلمان وهو مرعوب، كاتل الخوف، كاتل الرجيف. ليش؟ لأن الحاكم هو نفس العبر اللي هدد سلمان بأنه راح يضربه بالهندر. إيه هو نفسه اللي لابس القاط والرباط. فقال الحاكم تكسر راسي بالهندر ها؟ كان جواب سلمان سيدي البارحة كان الهندر بيدي واليوم الهندر بيدك وانت بكيفك انت ومروتك. ضحك الحاكم ومن قد ما ضحك راد يوقع من الكرسي وأطلق صراحة ربا سالفتنا يا جماعة الخير. هي نفس السيارة وما تغير شي ويومية سايق جديد، واحد صاعد واحد نازل، وهسه احنا ما نعرف الهندر بيد منو صار وتاهت علينا ياهو اللي اجى وياهو اللي يجي ليضربنا بنفس الهندر على روسنا وخلانا ما نعرف حماها من رجلها وتاهت الحسبة علينا يا علاء. فعلا يا خمائل حال العراق صار مثل سيارة سلمان. المشكلة مو بهاي السيارة ولا بسايقها، المشكلة انه احنا يرادلنا سايق مضبوط. هذا السائق المضبوط من المفترض أن يوصلنا إلى بر الأمان، وبر الأمان هذا هو أن نكون بلد مثل ما يطمح الجميع أنه يكون العراق عليه. كل اللي يريده سائق مضبوط يقود سفينة هذا البلد البر الأمان، مو بالة ولا لنقة، لأنه جماعة البالة واللنقة ما راح يوصلونا للطريق اللي إحنا نريده واللي من المفترض أن يكون عليه العراق. هذا مو أنا أقوله، هذا التاريخ هو اللي يقوله. عراقنا عراق، بس والله يا جماعة الخير يبدو أنه سايقنا مو سايق. لا إحنا سايقنا سايق لنقة، لكن نقول يا علاء ونتأمل خير عسى ولعل أنه بلكي الله يرزقنا بسايق ابن حلال يأخذنا إلى بر الأمان وبلكي وصلنا سالمين. والله أرحم الراحمين والله يحفظ هالبلد من هذه الشلة مال السواق، سواق اللنقة.